رأيت رجلا يصلي إلى جنبي قبل قليل يطيل السجود ويطيل الركوع وهذا طيب، لكن الجلسة بين السجدتين خفيفة جدا، فهل هذا هو السنة أو خلاف السنة؟ هذا خلاف السنة، لأن الصلاة تكون متقاربة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه إنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء، فلا بد أن تكون الصلاة متناسبة. فنرجو الانتباه، أن يبدو لي أن بعض الناس اللي في غير المملكة أنهم هذه عادتهم، لا يطيلون الركنين القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا غلط. الجلوس بين السجدتين كالسجدتين، والقيام بعد الركوع كالركوع، هذا هو السنة.